إلى ذلك شدد اقتصاديون وسياسيون أن الثقل السياسي والاقتصادي للسعودية يجعل أي محاولات لتهديدها أو ابتزازها تنعكس سلبا على الاقتصاد العالمي بأسره، مؤكدين أن لدى المملكة من الإمكانيات ما يلغي أي محاولات يائسة لاستخدام أي ورقة ضدها. أنها الدولة الوحيدة في الوطن العربي التي اتفق عليها وضدها الشرق والغرب بأنظمتها الرأسمالية الدينية اللادينية والشيوعية الإلحادية، اتفقتا جميعا على مهاجمتها لتتخلى عن هذا المسار، ولكنها رفضت وصمتت ونجحت.